بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات ضمن إطار خطط برنامج الجودة السنوية، ورشة عمل لدعم المنتج السوري ليكون قادرا على المنافسة في السوق الدولية بالتعاون بين وزارة الصناعة والمفوضية الأوروبية بدمشق. ضمن إطار خطة برنامج الجودة السنوية وبمناسبة اليوم العالمي للمواصفات المصادف في 14 من تشرين الأول لهذا العام، وبالتعاون بين وزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية والمفوضية الأوروبية بدمشق لدعم وتطوير المنتج السوري وفق المواصفات العالمية والتي ستشمل جميع القطاعات الصناعية في سوريا، وذلك من خلال تطبيق القوانين الفنية الدولية في مجال التقييس، وذلك لدعم الاقتصاد والتجارة وتطويرها وفق المواصفات العالمية. وأهمية برنامج الجودة لتحسين جودة المنتجات العامة والخاصة من إدخال برامج علمية وفنية جديدة ومرنة لاستثمارها بالشكل الأمثل. وسبق أن أقام برنامج الجودة فعاليات في عدة محافظات لأجل التعرف على المواصفات السورية وكيفية تطبيقها، من خلال إقامة اختبارات مقارنة مع الاتحاد الأوروبي ليكون المنتج السوري قادرا على المنافسة بشكل كبير. الهدف من هذه الورشة هي التعريف بأهمية المواصفات ودورها في تحسين جودة المنتج السوري وتطوير التشريعات الفنية المتعلقة بالمنتجات الوطنية. المواصفات الدولية هالمرة هي أخذت موضوع المناخ وتأثير تأثيراته بالبيئة بعين الاعتبار، فتركزت السنة المواصفات تكون خاصة بحماية المواطن من التأثيرات البيئية. وأشادت المفوضية الأوروبية بجودة المنتج السوري في السوق العالمية، حيث بدأ يطبق المواصفات العالمية لأن قواعد السوق تتطلب تطوير المنتج، حيث أكدت المنتجات السورية حضورها بقوة